السلام عليكم متتبعي قناتي أريزاد، كيف أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة. موضوعنا اليوم يتحدث عن مشكلة الشيب في الشعر. جبت لكم اليوم وصفة حبيبي طلبوها مني بزاف من الناس. هذه الوصفة عجيبة لعلاج الشيب ومجربة ومضمونة 100%. لكل فتاة تريد الاهتمام بشعرها وتألقه والحفاظ عليه من آفة الشيب. يمكن علاج الشيب المبكر بعلاجين. عندنا علاج الغذائي المتكون من شرب الشاي الأعشاب يوميا صباحا، المكون من زعرور البري وعشبة الهندباء البرية والعرعر الشائك، ويأخذ معه حبة فيتامين جي طبيعية. يعني هاد المكونات تعطينا شاي. هاد الشاي تشربوه كل يوم فنجان صباحا، تخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض. وكاين العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي يتكون من خلطة متكونة من نبات المريمية، تعتبر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لتغميق لون الشعر. عندنا 4 ملاعق كبيرة من أوراق المريمية، ونصف فنجان من الماء، وملعقتين كبيرتين من الحناء، وملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، ونصف فنجان من الشاي المغلي بشدة. الطريقة هي أن أغلي نبات المريمية غليان وافيا، ثم أتركه ليبرد، نصفيه، ثم أضيف القرنفل والشاي إلى المغلي مع التقليب، ثم تضاف الحناء. الاستعمال يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس ويبقى لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء العادي. هذا هو علاج شيب الشعر. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. أي سؤال اتركوه في التعليقات وأنا سأجيب عليه إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، ومع السلامة.